لازم يكون مستوى الذكاء، علاش هنركز دائما على مستوى الذكاء، وي مستوى الذكاء تاعو يكون قل من العمر تاعو، لكن قل من العمر تاعو لكن ما يوصلش للمتوسط، تاخر العقل المتوسط نو، رايح يكون ما بين وبين. يعني كي نديروا اختبار الذكاء نلقاوه يدور ما بين 70 و 85. هذا اختبار الذكاء لازم مختص يديرو ولا تقدر؟ مختص. لازم مختص. نعم المختص يديرو لو ميدسان بيدو بسيكياتر يديرو، ويديرو المختص بالامراض العقليه للطفل، ويديرو المختص النفسي، يديرو الاورطوفوني ليسونسييل يكون، ويديرو ثاني المختص النفسي التربوي ليسونسييل يكون مكون. يعني توجور نعاود ناكد على التكوين، لازم تكون. كاين اختبارات كثيره نقدروا نديروهم، كاين ميم جدد راهم جدد ما شاء الله راهم يخرجوا، والاختبار نقول بالك باغ اكزومبل ايه نقدروا نديروه 3 سنين وطلع، لكن هو النتيجه الصحيحه تبدا من 7 سنين، لانه من 3 سنين للفوق او مازال يزيد يكتسب الطفل، زي يطور القدرات تاعو كامل. دونك في 7 سنين هو المعيار الحقيقي اللي يعطينا الذكاء الحقيقي.